مساء الخير. النهارده هنتكلم عن نوعين من العملاء اللي بيواجهونا وبيصفونا دايما خلال شغلنا. انا عايز اقول ملاحظه مهمه جدا، ان عمليه العميل لما بيدور على منتج عشان يشتريه هي بتبقى حاله نفسيه، لان دايما الانسان بيحاول ان هو يشتري منتج جايز جدا ان هو ما يكونش محتاجه، بس حاله الشراء دايما بتبقى حاله ممكن نقولها مرضيه في طبع الانسان. طبعا يعني الحاله ديت يمكن بتؤثر عليها بعض العوامل المختلفه، وهي الحاله الماديه طبعا ليها عنصر اساسي في اتخاذ القرار، مستوى الاجتماعي للعميل بيبقى له تاثير مهم جدا في اتخاذ القرار بالشراء، الحاله المزاجيه للعميل بتبقى سبب اساسي في عمليه الشراء للمنتج. فاحنا النهارده عندنا نوعين من العملاء، النوع الاولاني وهو العميل المتردد، والعميل المتردد بتبقى دايما اسئلته كتير وبيسال دايما على التفاصيل المنتج، ودايما بيحاول ان هو يدور على سبب ان هو ما يشتريش المنتج، او ان هو يدور على سبب انه يقنع نفسه بشراء المنتج دوت. طبعا دي عوامل كلها بتؤثر على نفسيه الانسان في اتخاذ قرار الشراء. لكن هو البياع الشاطر اللي هو لازم ياخد القرار مع العميل او يساعده على اتخاذ القرار بشكل كويس، وما يفتحلوش تفاصيل كتيره علشان ما يربكش العميل. فاحنا لازم نحاول ان احنا ندي العميل بعض النقاط الاساسيه عن الفايده بتاعه المنتج عشان ما نخليش العميل يخش فيه تردد اكتر من الاول. اول سؤال لازم نساله العميل، انت عايز تشتري المنتج ده ليه، او ايه احتياجك للمنتج ده؟ من خلال رده هتقدر تحدد اتجاهاته وتقدر تحدد ازاي تخش للعميل دوت من هذا المنطلق. وطبعا التفاصيل كتيره جدا، مش عايزين نخوض في هذه التفاصيل لان التفاصيل لا محدوده، لكن احنا عايزين نقول ان العميل المتردد هو عميل جايز جدا ان هو يكون عميل محتمل، وجايز جدا ان هو يكون عميل جاد في عمليه الشراء، وجايز جدا ان هو يكون عميل اساسا بيضيع وقت وممكن يضيع وقتك. فانت حاول تفرق ما بين العميل الجاد المتردد والعميل الغير جاد ومتردد في نفس الوقت. دي نقطه مهمه جدا لازم تحطها في اعتبارك اثناء التعامل مع العملاء. شكرا.